من جديد تحياتي يا شباب. اليوم عندنا رانج روفر فوق 8 سلندر سوبر تشارج، اسود من برا من جوا. خليكم احضروا الفيديو للاخر. شباب بدل الكاميرا اربعه، شوفوا الشكل الخارجي، شوفوا الاكزانون، شوفوا الليد 360 فيو، سياره بتصف لحالها. هذا الجونت 22 بيفتحوا على الكهرباء، بقلبها كاميرا وبقلبها بلايند. الابواب شفط. هاي سحبات الرانج روفر الحلوين، شوفوا بالنهائيات عندنا سنسر وكاميرا، وطبعا عندنا غطا صندوق كهرباء. لمحه عن الداخليه السوداء، وشوفوا الفورمايكا مزين الساحه يا اخلا. يا عين على 8 سلندر سوبر تشارج. دبل هيتد سيتس، كولر بوكس موجود، السقف بانوراميك، داخليه سوداء، فورمايكا مزين الساحه، مالتي فانكشن ستيرنج، تابلو ديجيتال ولا احلى من هيك. هيد اب ديسبلاي بيفتح البصمه، بدور على البصمه، بدل الكاميرا اربعه كرمال بارك اسيست، برد وسخن بالكراسي، وما بدنا ننسى كبسه السعاده موجوده يا احلى شباب. هذه الديسبلاي تعتبر جديده لانه بتغير 13 14 عن ال 16، شوفوا كل شيء بقلبها بغير. وهي كبسه البارك اسيست لانه السياره بتصف لوحدها، وهذا الهيد اب ديسبلاي. فاذن يا شباب اعملوا منشن لصاحب النصيب بيطلبوا رينج روفر فوق 2016 8 سلندر، مثل ما دائما بنقول الله يبعد ضربات وهن صاحب النصيب. صوره سعره على الويب سايت تركان موتورز دوت كوم.